احنا اتكلمنا كتير في الموضوع ده يا سليم، وانت خلاص اخترت؟ انا اخترت اني اكمل في التجارة يا جيهان، مش عشان اكون الكبير، والدليل قدامك اهو، احنا ما عدناش كبار السوق. انت عارفة يا جيهان ان في لعبتنا دي اللي بيدخل مستحيل يخرج سليم، وده اللي خلاني اكمل، لان ده هو الطريق الوحيد اللي ممكن اضمن بيه انك تخرجي انت والولاد بدون خسائر. مش صحيح يا سليم، طول ما انت في اللعبة دي والتجارة دي لازم هيكون في خسائر ليك ولكل اللي حواليك. انا مش عايزة اي حاجة دلوقتي غير اني اقدر اربي زين وعلي، دول ما فاضل لهمش حد غيري. مش بمزاجك يا جيهان ولا بمزاجي، حماية العيلة دي فرض عليا ووصية، مستحيل أخلي حد يمنعني إني أنفذها. وأنا مش هجازف يا سليم، محدش دفع تمن قد اللي أنا دفعته عشان خاطر اللعبة دي، من وقت ما كنت لسه بنت نشأة الفخران ولحد النهاردة، حتى بعد ما اتجوزت زين. أجان هانم، الموضوع أكبر بكتير إننا بنشتغل في التجارة ولا لأ، الموضوع إن إحنا عايزين نرجع عيلة العيلة دي، وأعتقد يعني إن إنتي أكتر واحدة خايفة على اسم العيلة، بما إنك يعني تعبت فيها. طب كويس إنك عارف إني تعبت في بناء الاسم ده، ولسه هتعب كمان وهكبره أكتر من كده كمان، بس بعيد عن التجارة وبلمة ولادي حواليا. وبعدين أنا بصراحة مش فاهمة، يهمك في إيه قوي اسم العيلة؟ هو مش برضه مراتك هي اللي قتلت أخوك وخرجت منها زي الشعرة من العجينة؟ خليك معانا يا يحيى عشان نفضل أقوياء، كفاية دم وموت، ولا أنا هفضل مستنية لغاية ما أشوف العيلة دي بتخلص واحد ورا التاني؟ ما بقتش قادرة، ما بقتش عايزة أشوف حزن تاني حواليا. الحزن هيجي من بعدنا عن بعض. عم زين لو كان عايش ما كانش هيقبل إن شمل العيلة دي يتفرق. زي ما سعادتك بتعملي دلوقتي يا جيهان هان. زين لو كان موجود الله يرحمه ما كانش هيرضى يشوف العيلة وهي بتخلص كده ورا بعضها. أنت عايزة إيه يا جيهان؟ تبعد عننا يا سليم. أدام مصمم إنك تكمل في التجارة دي، ابعد عننا، ومن فضلك من هنا ورايح تتعامل معانا على إننا عيلتين، عيلة زينة العطار وعيلة سليم العطار. الفراق بيجيب فراق، ومع الزمن بيتحول لكره. ده آخر كلام عندي، بلاش نوصل لطريق مسدود. مامي احنا مهما حصل ما ينفعش نبعد عن عمي سليم. يا عمي ارجوك كفايه بقى التجاره دي، احنا ما جلناش منها غير الموت. احنا مش نقدر نبعد عن عمي سليم، احنا ملناش غيره يا ماما. طمني يا سلمى، انا كمان يا حبيبتي عمري ما هبعد عنك ولا اسيبكم، حتى لو ابوك يا الله يرحمه كان لسه عايش وقال لي اسيبكم برضه مش هسيبكم. ماما احنا ما لناش دعوه بالتجاره، بس ما ينفعش نبقاش جنب بعض، وحتى لو في اي خلاف ما بيننا ما ننساش ان احنا عيله واحده. قول لعمك ما تقوليش انا الكلام ده، بس انا برضه عايزه اقول لكم لو مش عاجبكم كلامي انتوا احرار في حياتكم، اعملوا اللي انتوا عايزينه، بس تنسوني خالص، تخرجوني خالص من حياتكم. خلاص يا جيهان، يبقى الولاد يختاروا. حازم ياسمين سلمى.
متهيألي يا عم انت عارف رأيي كويس. الدار اللي فيها خلاص بره التجارة دي. بس علشان نبقى واضحين من دلوقتي، الدار ملهاش علاقة بالطريق الشرقي. مش بس كده، ده كمان رجالة الدار اللي قرروا يشتغلوا معانا اختارونا بإرادتهم ومن غير ضغط. أنا همشي يا جيهان وهعمل لك كل اللي انت عاوزاه، بس خليك عارفه كويس لو حصل لي حاجه انا بعمل كل ده علشان احميكم. وانتوا كمان يا شباب لو احتجتوا اي حاجه عمكم سليم موجود. كل سنة وانتي أحلى يا سمين. سلمى يا روح قلبي، كل سنة وانتي دلعتنا، كل سنة وانت ابني وسندي يا حازم. سارة كل سنة وانتي منورانا.